يعطيكم العافية. معكم المعلمة إيمان العقاد من مدرسة وروضة جيل الراشد. اليوم في كتاب التربية الإسلامية رح ناخد درس جديد اسمه سورة الناس، اللي كلنا نفتح يمس على صفحة 45 سورة الناس. طيب هلأ أول إشي، مين يقول لي إيش هم آداب تلاوة القرآن الكريم؟ أحسنتم، اللي هي أول إشي بحكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كلنا نسمع للسورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، صدق الله العظيم. هلأ إيش يعني قل أعوذ برب الناس؟ يعني إحنا بس نقرأ هاي السورة، ليش بنحكي قل أعوذ برب الناس؟ ليش الله سبحانه وتعالى أمرنا إن نقرأ هاي السورة، واللي الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا إنه نقرأ هاي السورة كل يوم قبل ما ننام وكل يوم بس نستيقظ 3 مرات، لأنه عشان الله سبحانه وتعالى يحمينا من كل شر، ويحمينا من الشياطين، ويحمينا من الحسد، ويحمينا من شر الإنس وشر الجن أيضا. فإحنا لما نقرأ هاي السورة بنحكي يعني كأننا بنحكي لله يا ربي تحمينا. لما أحكي أنا قل أعوذ برب الناس يعني كأني بحكي يا ربي احميني من الناس، واحميني من الجن، واحميني من الإنس. إذا لما أحكي قل أعوذ برب الناس يعني يا ربي احميني. ملك الناس، من هو ملك الناس؟ هو الله سبحانه وتعالى. إله الناس أيضا هو الله سبحانه وتعالى. طيب من إيش يعني تحميني يا الله؟ من إيش يا ربي تحميني؟ من شر الوسواس الخناس. من هو الوسواس الخناس؟ هو الشيطان الرجيم. إذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعوذ من الشيطان الرجيم اللي هو الوسواس الخناس. سبحانه وتعالى سمى الشيطان بالوسواس الخناس، ليش؟ لأنه دايما يعني هو بيوسوس لي. إيش يعني بيوسوس لي؟ يعني مثلا بيحكي لي أعمل أعمال غير صحيحة، يعني ما أساعد ماما مثلا، ما أروح أصلي، ما أصوم، فهو بيوسوس لي بالأعمال الخاطئة عشان هو بده يدخلنا النار. فالله سبحانه وتعالى أمرنا إنه إحنا نتعوذ من الشيطان الرجيم عشان الله سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة. فإحنا لازم دائما نتعوذ من الشيطان الرجيم. يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا يا ربي تحميني من الجن ومن الإنس، هدول الشريرين اللي ما بيحبوا الناس وبيحبوا يعملوا أعمال خاطئة، يا ربي يحميني منهم. وأيضا من شر اللي هو الشيطان الرجيم. طيب إذا يا مس هلأ عنا هاي السورة حفظ، لازم نحفظها غيبيا ونحفظها كمان كتابة، فهذا هو الواجب إنه نحفظ السورة غيبيا ونحفظها كتابة. وعندي نطلع على السورة هنا نشاط مع مجموعتي، أرددوا مع مجموعتي سورة الناس. الله تعالى هو أول إشي رب الناس، ملك الناس، إله الناس. إذا الله سبحانه وتعالى هو رب الناس، هو إلههم، وهو ربهم، وهو ملكهم. طيب الواجب عندي أيضا بالصفحة 46، هذا عندي الواجب، أمرر بقلمي على ما أقرأ قبل النوم سورة الناس، بدي أكتبها كتابة. وعندي أيضا هنا صفحة 47 أيضا أضع الكلمة الصحيحة مما يأتي في الفراغ، نفس الشيء بدنا نعبي الفراغات بالكلمة الصحيحة. ويعطيكم ألف عافية. يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا يا ربي تحميني من الجن ومن الإنس، هدول الشريرين اللي ما بيحبوا الناس وبيحبوا يعملوا أعمال خاطئة، يا ربي يحميني منهم. وأيضا من شر اللي هو الشيطان الرجيم. طيب إذا يا مس هلأ عنا هاي السورة حفظ، لازم نحفظها غيبيا ونحفظها كمان كتابة، فهذا هو الواجب إنه نحفظ السورة غيبيا ونحفظها كتابة. وعندي نطلع على السورة هنا نشاط مع مجموعتي، أرددوا مع مجموعتي سورة الناس. الله تعالى هو أول إشي رب الناس، ملك الناس، إله الناس. إذا الله سبحانه وتعالى هو رب الناس، هو إلههم، وهو ربهم، وهو ملكهم. طيب الواجب عندي أيضا بالصفحة 46، هذا عندي الواجب، أمرر بقلمي على ما أقرأ قبل النوم
سورة الناس بدي أكتبها كتابة. وعندي أيضا هنا صفحة 47 أيضا أضع الكلمة الصحيحة مما يأتي في الفراغ، نفس الشيء بدنا نعبي الفراغات بالكلمة الصحيحة. ويعطيكم ألف عافية.